السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول مقال عن التنمر. ده هيبقى للطلبة كلهم في جميع المراحل الثانوية، سواء أولى أو تانية أو تالتة ثانوي. طيب بيتكلم عن إيه؟ قلنا عن التنمر. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنتناول التنمر من حيث معناه، وهنشوف كمان التنمر ده بيبقى أشكال التنمر بتيجي بشكلها إيه، وبيبقى التنمر ده المتنمر ده بيتنمر على الآخرين ليه. يلا بينا كده نشوف التنمر. Bullying is a bad behavior. هو سلوك سيء. This is the fact that we all agree. هذه هي حقيقة نتفق عليها. What is bullying؟ إيه هو التنمر؟ Bullying is a behavior, هو سلوك of a person, لشخص who hurts, يؤلم أو يؤذي, or frightens, يخوف, someone, شخص ما, smaller, أصغر, or less powerful, أصغر أو أقل منه في القوة. ده التعريف بتاع التنمر. نيجي بعد كده, Bullying is a form of aggressive behavior. التنمر هو شكل من التصرف العدواني. When we can say that is bullying. امتى نقدر نقول ان التصرف ده تصرف عدواني او تصرف تنمر؟ There are three characteristics. في ثلاث خصائص للتنمر. The first is intentionality. في تعمد، في قصد. Intentionality، في نية. The second is repetition. اتكرر كتير. And the third is imbalance of power. عدم تساوي القوة ما بين الشخص اللي بيتنمر والمتنمر عليه. يبقى intentionality و repetition and imbalance of power. عدم تساوي القوة. طيب. Piling can take multiple forms. ممكن ياخد أشكال متعددة. التنمر بيبقى ليه أشكال كتير. زي إيه؟ Physical such as hitting, punishing, kicking or stealing or damaging. اللي هو تبقى ضرب، عقاب، ركل، يركل بالقدم، أو سرقة، أو يدمر شيء. Verbal such as name calling، بينادي عليه بألفاظ مش كويسة، أو threatening اللي هو التهديدات أو ما شابه ذلك. طيب إيه كمان من ضمن أشكال التنمر؟ social، حاجات اجتماعية، such as ignoring، يتجاهل، or spreading rumors، يعمل ينشر شائعات about him or her، ليه عليه أو عليها، حسب بقى اللي هو بيتنمر على شخص ولد أو بنت. طيب او راجل او سيده. طب ايه كمان اشكال التنمر اللي سايكولوجيكال، نفسيه، زي الناستي لوكس، نظرات بغيضه. طب ايه كمان عندنا؟ عندنا كمان السايبر بولينج اللي هو التنمر الالكتروني. يبقى احنا عندنا اشكال التنمر فيزيكال اللي نحط تحتها خط، فيربال، سوشيال، سايكولوجيكال، سايبر بولينج. طب تعال نشوف سايبر بولينج ده زي ايه. اللي هو التنمر الالكتروني بيحصل through text messages، من خلال رسائل نصية، او social networks، او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، or hacking into one's account. يبقى في hacking على حساب شخص. The most common impacts of bullying. أي أكتر بقى التأثيرات بتاعة التنمر بيحصل؟ التأثيرات الشائعة هي إيه؟ Are lack of self-esteem، نقص في احترام الذات. يبقى اللي تم التنمر عليه بيحصل له إيه؟ بيحصل عنده نقص أو بيقل في احترام لذاته، أو lack of concentration، إلا قلة في التركيز أو نقص التركيز، and poor academic performance، وكمان أداؤه الدراسي بينخفض
بيبقى ضعيف. also social shyness كمان بيحصل له ايه؟ خجل اجتماعي and fear of new communities وبيبقى عنده خوف من المجتمع الجديد او المجتمعات الجديدة. adding to that بالاضافة لذلك psychological health problems مشكلات صحية نفسية such as depression اكتئاب او الاحباط anxiety توتر and suicidal attempts مواقف انتحارية. no one is born ability مفيش حد بيتولد متنمر. most children معظم الاطفال who engage in bullying اللي بيبقى ليهم علاقة بالتنمر have been bullied before تم التنمر عليهم من قبل. يعني اي شخص متنمر حصل له قبل كده ان حد تنمر عليه. feeling ignored او feeling شعر بالتجاهل at home في المنزل or suffering بيعاني from a negative relationship علاقة سلبية with their parents مع والديه. jealousy and attention seeking في غيرة وفي كمان عايز يلفت الانتباه. طب ايه كمان؟ also lack of emotional في عنده نقص في الايه في المشاعر and psychological security وفي الامان النفسي. lack of awareness نقص في المعرفة او الوعي of the real harmful للضرر الحقيقي of the real harmful impact of bullying on victims يبقى ما بيبقاش عنده معرفة بالتأثير الضرر اللي بيبقى واقع على ضرر التنمر اللي بيبقى واقع على victims الضحايا. to sum up باختصار bullying is a bad behavior هو سلوك سيء harshes يؤذي or frightens أو يخوف someone شخص ما smaller أصغر or less powerful أو أقل في القوة. خلصنا مع بعض الإساي عن التنمر هترككم معاه لمدة لحظات. طبعا هو كده خلاص اللي متابع الفيديو بتاعنا هو كده خلاص المقال بتاعنا خلص. الوقت المتبقي هتركه بس علشان اللي عايز يكتبه أو ينقله يبقى عنده المقدرة إنه يعرف يكتب الكلام. دمتم في أمان الله.